انا قلت نقطه في منتهى الاهميه ان مش كل اللعيبه يا جماعه اللي في الاهلي بتبقى دوليين، لا حتى اللي بيشارك ده قليل، فما في لعيبه كتير ما عندهاش ضغط مباريات. مين في الاهلي دولي لعب؟ هو الشناوي بس. سوليه بس. برافو عليك. اتنين. قفشه ما كانش بيلعب. شريف ما كانش بيلعب. حمدي كان بيلعب برضه بس حمدي مصاب. مصاب. حمدي طاهر ما كانش بيلعب. حسين الشحات ما بيلعبش. ممكن علي في منتخب وماشي. ما كانش موجود وقالي... لو علي ما كانش موجود في ماتش بيراميدز. ما كانش موجود. اليو ديانج بيلعب وهو مصاب بقاله فتره. ما هو كل ده كابتن لان الراجل كان موسيماني بيدي فترات اجازه طويله قوي قوي. يعني فوجئت مره 8 ايام، مره 10 ايام، ومره مش عارف ايه. غير ده وده بقى انا فرحان امبارح بحسام حسن. لو هنتكلم بقى على الماتش هنخش فيه، ماتش الاهلي وبيراميدز، ابتدى يشوف، ابتدى يشتغل، ابتدى يوصل. الكره اللي جابها دي جون صعبه قوي. صحيح. بما انك انت دخلت على بيراميدز، في خبر في الزحمه النهارده. اوعى تقول لي تكيز جونيوس مش. طيب اقول لك اللي انا احب ايه بقى اقوله قدام الكاميرا. قول. تمام. انه في كلام حاليا بيحصل، او بلاش كلام رسمي، ممكن اقول لك انه بعض الوكلاء رشحوا بيتسو موسيماني لبيراميدز. يعني بيراميدز ممكن يتعاقد مع بيتسو موسيماني في اي لحظه لو بيراميدز ارتأى ذلك، ولو بيتسو موسيماني وافق. حتى هذه اللحظه بيتسو موسيماني ما عندوش عروض خليجيه، ده حقيقي، والكلام انه قريب من نادي بيراميدز. لسه ما فيش حاجه رسمي. يعني لو بيراميدز طلع قال لك انا ما عنديش حاجه رسمي بخصوص هذا الامر، فده حقيقي، انا بقول لك اهو. بس في كلام كده في الانحاء، تبقى في وكيل يتكلم مع وكيلة بيتسو موسيماني، عنده مانع انه يدرب بيراميدز؟ لا ما عنديش مانع من حيث المبدا. طب نسمع، طب نتكلم، ده الكلام. بس بيراميدز عينه على بيتسو موسيماني وعلى جروس كمان المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك، بس بيتسو موسيماني اللي مركزين عليه اول فتره دي. حلوه المعلومه؟ حلوه جدا. حلوه جدا، بس تبقى غلطه عمرهم لو عملوا كده. ما اعرفش، بيراميدز بقى لها فتره الاداره متخبطه جامد. لا لا لا، ليه؟ اولا تكيس قبل ما يجيبوا ايهاب كان ماشي كويس جدا. اخر ماتشين كسبان خمسه. كسبان خمسه وبيأدي كره حلوه. امبارح الشوط الثاني ما تقولش بيراميدز وحش. يعني انت تحب ان هم يرجعوا لو مشوا تكيس؟ طبعا هو لسه ما خدوش قرار في رسمي ده ولا يعلن هذا الامر خالص، بس لو مشوا تكيس تحب ان هم يرجعوا ايهاب جلال؟ لا حبش. لازم يخلوا تكيس زي ما أصلاً. هو طبعا الراجل اللعيب يعني بتاع كوره، شايفه مدرب كويس جدا يا كابتن جدا. اللعيبه بتلعب، انت بتلعب النادي الاهلي، مش فرقه قليله. بس انا امبارح استغربت يا كابتن محمد وناقشني برضو انه ما كانش عنده حلول. ما تجيش تقول لي اصله بيلعب الاهلي، ما هو لا. يعني لو بتتكلم بقى على تشكيلتين، فالتشكيله امبارح كانت بتلعب ببيراميدز عشان غيابات الكتير عند النادي الاهلي، فممكن على الورق تبقى تشكيله بيراميدز اقوى من تشكيله النادي الاهلي. انا قلت اول امبارح ان بيراميدز لو ما كسبش الاهلي في الحاله دي والنجوم دي على الورق، احنا طول عمرنا نقول على الورق ايه؟ الاهلي يكسب. صح. لا المره دي بقول لك كان على الورق بيراميدز يكسب، وقلت كده لو بيراميدز ما كسبتش النادي الاهلي وهو كده في حالته دي بالنجوم اللي في بيراميدز، لا يلم الاوراق وشكرا، وكفايه صرف على النادي.